الوضع والله عبد الله ما في مثله. ايوه عبد الله افضل واحد. لا ما يقصر عبد الله وابو ايمن ما يقصر. بيض الله بس 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 روح روح روح. يوم الخامس ولا جديد حتى احتماليه يعني واخبار ما طيبه احتماليه. وش بلاك بلدنا حمى يا اخوك من امس. الله المستعان. يلا حيا صباح الورد. وش جايب؟ يلا حي الشيخ. وش الاخبار؟ طيب وش الاخبار؟ كيف الصحه؟ بعد هي شغلتك هذا؟ لا مره. وش ذا جايب لنا؟ هذا الخيرات اللي موجوده. لا لا اي والله يا اخوي انتم بعدكم ما تعرف كيف وضعكم داخل. خالصين خالصين والله. اقول لك خل انت. نعم. لا والله. يا رجال نعم صلى على النبي. نعم استوي. ايه نعم استوي. طيب الله وجهك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كيف الامور؟ والله الحمد لله. كيسه واحده بس. كيسه واحده عندي بعد. لا والله صلى على النبي. صلى على النبي. واحده واحده والله. والله واحده بس وايد معي. والله معي يا اخي. اقول لك عندي والله. بيض الله وجهك. الله يبارك فيك. يشتوك ذا؟ ايه نعم الحمد لله. ايه والله بيض الحمد لله. كيف الامور؟ كيف امورك؟ كيف الصحه؟ يا مرحبا يا ابو عبد الرحمن. وين وجهه؟ والله دارك الكويت ما شاء الله. ايه والله يسر عليك. الله يعطيك. وحداني ولا حد معك؟ لا والله مواتر باثنين ما شاء الله. الله يسر عليكم. امين يا رب العالمين. يسر على حبيبي. يا مرحبا يا مرحبا. بيض الله وجهكم. وبعدك على شغله التصوير؟ والله لابد 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 التوثيق. الحمد لله رب العالمين. الله يسعدكم. يا مرحبا. بيض الله وجهكم. وجهك ابيض يا رب. والله زين يسحبوا الجماعه. ايه سحبوا والله. يسحبوا الحمد لله. سوى الدور سرقه ترى. ايوه. احنا تو جايين. لا. ايه الساعه 10 يمكن. ما الغفله احد راقد ويلا شرده. لا والله ذاك شرطه الرجال معاي رقم واحد. بيض الله وجهك. يلا الله يجزاك. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. اي والله وتيسرت. الحمد لله تستاهل تستاهل. امين. طبعا وش الجديد؟ الجديد ان دخلنا في السرعة على امل انه يجهز التوكيل ولكن ما جهز التوكيل. وقبل الجوازات وقفت والله في السرعة وقفت لكن يعني ما ظل معي دياج وخبز. فتواصلنا مع الشباب كان سليمان موجود وجزاه الله خير ما قصر. يسر بيض الله وجهك. فكان سليمان هنا موجود واخذنا من معاه دياج وذا مشي الحال لان مشكله الجلسه هنا ورطه. يلا يعين الله. طبعا تعاون الشباب بيض الله وجيههم في المواقف هذه يعني تخفف عليك جزء من 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 التعب ومن من عذاب المنافذ خاصه في الفتره هذه. يعني ما في ثلج فاذا تضطر انك تجيب راشن بسيط مره. فإذا جلست يوم والثاني خلاص معناته خلص الراشن عليك تضطر انك تاخذ مع غيرك. ولكن وقفة الشباب يعني مع بعضهم وتكاتفهم يخفف عليك العذاب هذا. نسأل الله يسر عليهم يا رب. يلا حي ربع. وين شرت؟ ايش الاخبار؟ كيف الامور؟ جاهزة القهوة؟ جاهزة. الله يكفو عليكم يعطيكم العافية. وين وجهه؟ على الاردن. والله يسر عليكم. والله شقنا لها الاردن يا اخي. شكرا لاهلها. رياك ريوك. عسى الله يحفظكم يا رب تروح ترجع بالسلامه. الله يحفظكم. ومره هذه العادات ها قهوه وحلوه الحين انا الربع تورطت كل ما طاف علي احد بيض الله وجيههم. هذه ترى ما موجوده مع كثير من السائقين العمانيه واقفين مع بعض حقيقه. لما اشوف واحد متعطل اللي يجيب الخبز واللي يجيب الدجاج واللي يجيب الخضره ويجيب العيش واللي يجيب الحلوه. بيض الله وجهكم. وجاكم ضرابه انا وياهم ضرابه قبل شوي والله ما قدرت عليهم. واجبنا في كل شيء. بيض الله وجهكم. بيض الله وجهكم. جزاكم الله خير والله يحفظكم. تروحوا ترجعوا بالسلامه. الله يستر عليكم. والله يا ربع وقفت هنا سويت لي مشكله مع الشباب. كل ما طافوا مجموعه ها سلامات والصاير ما صاير وينزلوا لك الاغراض وينزلوا لك راشن. والله بلا يا الربع بغيت الفكه منهم. ما في العسل والخبز والدجاج والخض. بيض الله وجهكم. بيض الله وجهكم. الله يستر عليكم. المحزم المليان. وش الجديد؟ طبعا والله الى الحين ما تيسرت الامور. اليوم الثالث وعسى انها تتيسر اليوم باذن الله. ان شاء الله انها تزين امورنا. في بشارة خير جاية وللحين كلام بس ما في على أرض الواقع. وإن شاء الله تتيسر بإذن الله تعالى. إن شاء الله يمدينا نطلع اليوم. دعواتكم يا ربع.
طبعا مثل ما خبرتكم سيارتين خلاص التوكيل حق المخلص جاهز، باقي سيارة واحدة. طبعا المخلص ما يقدر يسوي اي اجراءات جمركية بدون ما يكون عنده توكيل عن السيارة الثالثة. من وصل التوكيل للسيارة الثالثة بعد كذا يبدأ في اجراءاته، وان شاء الله تيسر الامور باذن الله. صار وقت الغداء يا الربع، والله وحدان اليوم، وين امس ذيك الربشة وذاك الشباب، والله الوحدة صعبة يا الربع فعليا. يوم تكون مع الشباب والله تمضي الوقت ولا تحسبه، لحالك والله ملل يا اخي ملل. صار وقت الغداء طبعا، لا تجرب طريقة، في احد جرب البطاطا الحلوة مع البطاطا الحلوة مع الكبسة؟ يوما اضبط البطاطا الحلوة مع الخضار مع كبسة الدجاج، وش توقعاتكم بتضبط؟ اول مرة اجرب البطاطا الحلوة، سميها فندال احنا، شو تسموها؟ بطاطا حلوة؟ سميها فندال احنا دي. والله جهز غدانا يا ربع، يا سلام، وغابت الشمس والحبيب بعده واقف، بعده والله ما خلصنا يا ربع. عاد سمحوا لي ترى ما حصلت اكبر من ذا الصحن، صحن صغير. الله ما شي غيره. وهذا بسم الله يا رب. أعطيكم النتيجة، البطاطا الحلوة في الكبسة بتطلع تمام ولا لا؟ بسم الله. يا سلام، كنا بطاطا حلوة. والله طيبة صدقوا، سكرية، سكري مع بهارات وملح وكبسة، يعني شيء مميز، تعطيك مزيج من النكهات. والله طيبة يا ربع صدقوا، ما توقعتها، سكر مع مالح مع حد مع كل شيء. جميل جميل. يا صباح الخير يا ربع، شو اخباركم؟ طمنون عليكم. اليوم الرابع الحمد لله، ابشركم تيسر الامور. الحين مخلص مفتش، الحين عاد لازم اطلع السيارات مره ثانيه للشاحنه. هذا بلشنا، هذا البلف ماله بلاستيك، فمن هنا خربان، طلع هواء من هنا. الحين كل شوي ينازل، كل شوي ينازل. الحين بعبيه، سويت طبعا بيبين على اساس اوصل لهنا، على اساس ان ارجع لورا وبعد كذا نقلكم نشوف له طريقه. هذا ما شغال طبعا، بشوف له طريقه باذن الله تعالى. يلا بكسر، زانت زانت الامور، ابشركم. خلصنا الاطار الاول، الحين الاطار الثاني، السياره الثانيه هذه وش حل عليهم. الله فزع لي ابو عمار ياسر السعدي بيض الله وجهه. طبعا قلصناه هذاك ما شغال، قلصناه، الحين باقي شوي بنقلصه بالتريلر، بنقلصه الحين بالتريلر. هذاك باقي شوي بنقدمه، اموره طيبه، بيركب بيضبط. ابو عمار بيض الله وجهك يا ذيب، الله يغفر لوالديك، عذبناك، مخلص بيان يا ريال، بيطلع بابي. بيض الله وجهك يا ذيب، الله يغفر لوالديك، جزاك الله خير. بسم الله. الحين بنقلصه بالتريله، وبنقربه على هذا، وصلى الله وبارك، انتهت السالفه. شغلانه. شي معك قلص ولا ما شي؟ قاعد ادور الكف ما لقيته. ايوه. حطيناه في الان، طبعا ما يمديني اركب انا، حطيناه في الان. اسحب سايد بريك. ان شاء الله يجي. روح 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 روح. ها صديق، بس شويه. ها بعد بعد، بس 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 معمار، بس بس. ها يمشي شويه، يلا روح شويه بس هناك. صبر صبر، بس بس صبر شوي.
هدي يفتح الباب الحين ولا لا؟ يفتح الباب. ها؟ بسم الله. ان شاء الله انا يمدي ذاك. قدم قدم خلنا بطله. يلا. طيب والله وجهك يدي. شكرا صديقي. طيب بس حبيبي قوي بعد خلينا نقدم ذاك انا ان شاء الله يجي الحين. الحين بنقدم هذا والامور طيبه باذن الله. بسم الله. طلع من هناك؟ ايوه خلاص اموره طيبة. ابشركم خلصنا مربط السيارات ولله الحمد. طلعت لي شغلة ثانية. المرة الماضية غيرت السفايف. شوف. فمشكلة. الظاهر ان اغلبهم بالطريقة هذه. ما يشدوهن البراغي. الحين صار لازم اشد البراغي ونتوكل على الله. انتظر البيان بعد البيان ما طلع. اخيرا خلصت طبقت الوضع الحمد لله. باقي اشوف لي مكان استحم فيه على بال ما يجهز البيان. والله يا ربع امس البارح المساء من الفرحة بعد ما اتصل بالمخلص قال يلا ابو يدخل طلع البيان او باعتباره توكيل جهز. حط الكرسي قدام التريلة وكنت جالس على التريلة وداخل التريلة نسيت اني حاط الكرسي قدام التريلة واخطه فوقه واشطفه. والله انا انكسر وهني انبعد مسكين. بعد زين اني لا زال صالح. والله انه راح. هذا ذكريات سوريا هذا الى ذكريات غالية على قلبي. بس ان شاء الله ان نروح قريب ان شاء الله. قولوا يا رب شيء امل ان شاء الله ذيك البلاد. طبعا في ضيافة الحبيب ابو تميم. ابو تميم امس جاي طالع من البلاد وتمرض مسكين كان الله في عونك. سلامات يا ابو تميم. الله يسلمك. سلامات اجر وعافية. الله يسلمك. وش بلاك؟ بلدنا حمى يا اخوك من امس. الله المستعان. اجر وعافية. اليوم طالع من البلاد ولا في الدرب؟ في الدرب والله. في الدرب؟ نعم. والله. مريت على عيادة مستشفى؟ مريت عبري والله العيادة. والله نعم. عيادة خاصة؟ ايه والله. ما في فايدة؟ عادي له بس شوي شوي الحمد لله. أجر عافية أجر عافية. طيب لو وقفت وارتحت وما تعافيت رديت ولا مجبر بالحمولة؟ مجبور بالحمولة والحلال. والله. خضرة. يا الله تستعجل تريلة. ايه والله. أحيانا تمشي غصبا عنك يعني ما بشورك. ايه نعم. حمل حق شركة لازم توصل لهم البضاعة. وهذا شر والزحمة على يومين قاعدين. يلا شوف. بالله عليك حرام بالله عليك. الله المستعان. والداقل حاشرتك. الله المستعان. يلا انت والداقل ما سأل عنك انت. صادق. يقول لك تم حملت عاد يوم ثالث يوم. صحيح. ايه نعم. الله المستعان. الله يعينك يا ابو تميم اجر وعافية. الله يعافيك. طهور ان شاء الله طهور. امين. يبالك رقدة من تطلع من هنا يبالك رقدة محترمة. باشر رقدة. لا لا. بس شقة. بس نمر قاد. شقة ما في فايدة. من الساعة 1 الظهر. اجر وعافية يا حبيبي اجر وعافية. الله يعافيك. جزاك الله خير. الله يحفظك ويسر عليك. يا هلا باسمي. يا حيك والله. يلا حيا شو الاخبار؟ طيبين. كيف الامور؟ وش تسوي؟ غايته؟ غايته نعم. هاي ترتيب الغداء اسمي من ايام اليمن ما لقيناه. واليوم صادفنا الحمد لله. صار وقت التضبيط يا الربع غايته. والبيان الحين ما طلع. الساعة كم اسمي الحين؟ لا. جت ثلاث أربعة أربعة؟ أظن التسع. لا لا الساعة كم الحين؟ لا. إيه. أربعة. أربعة أظني عادت. عين الله.
بس ان شاء الله نطلع اليوم. ها تطلع اليوم ان شاء الله باذن الله. وين الوجهه؟ رصب دمام. دمام ها؟ زين قريب. يحييك الله ييسر عليك. وجهز رادة اسمي، هات صحن. هذا ابو تميم ما جاء. بس حطه هنا. ايه. يضبط كذا؟ يضبط بشكل. لا 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 سلام. قبولي كذب نص دجاجة ما عرفت تنزل في البركة. يا صباح الخير يا الربع، شو اخباركم؟ طمنون عليكم. اليوم الخامس ولا جديد، حتى احتمالية يعني واخبار ما طيبة احتمالية اني ارجع والله. يلا دعواتكم عسى الله ييسر يا رب. طبعا الانتظار في المنافذ يحتاج الى صبر، صبر واي صبر. يعني تجي المنفذ الحدودي وتكون حاطة في بالك انك احتمال تتأخر، ومو خمسة ايام حتى اكثر. يعني في مرة من المرات والله انتظرت 20 يوم، 20 يوم عشان تصريح، بس ان شاء الله تتيسر الامور باذن الله تعالى. والله اعرف واحد انتظر شهرين. هذه المرارة يحتاج تشيلها من هنا، تكون بدون مرارة يحتاج لها صبر وقوة وتحمل. الانسان احيانا يتأخر ساعتين ثلاث تحصل الضغط واصل مليون معه، فما بالك بالايام. هذا عمل شاحنة يا الربع، صعب صعب صعب، لكن الحمد لله على كل حال. الحمد لله، الله يلهمنا الصبر. صار وقت الكرك يا ربع، نضبط الكرك وندف. والله في برد شوي، في برد خفيف، راسي مصدع والله. مشكلة انه ما ظل معاي مواد غذائية، ما ظل معاي شيء، بس ان شاء الله في شباب جايين منسق معهم بيجيبوا لي. هذا اذا ما رجعت، احتمال اني ارجع والله، في اشكالية احتمال اني ارجع. اذا ما رجعت الشباب بيجيبوا لي الاغراض والامور طيبة باذن الله. الحمد لله على كل حال. يلا حي الربع. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. طبعا شو اللي حصل؟ خلاص والله اني مصدع يا الربع. تم ارجاع البضاعة هذه لسبب ما، خلاص رجعت ختمت الجواز والحين راجع الى المنفذ العماني، و كفاية 5 ايام والحمد لله على كل حال. هذا الصح، اي بضاعة ما يتم قبولها رجع خلاص وصلى الله وبارك. ان بعض المنافذ طول بالاشهر، مثل ما خبرتكم صاحبي هذاك اللي ظل اكثر من شهرين. شو السبب؟ السبب في نحمل بضاعة ادوية، والادوية كلها فيها فواتير عدا يعني مجموعة بسيطة من الادوية هذه ما مذكورة في الفاتورة. فظل عالق الرجال الشايب هذا كل امراض الدنيا فيه، في الضغط وفي السكري وفي بلاوي وفي قلب، وظل اكثر من شهرين في عز الصيف وهو في المنفذ ابتلشوا فيه، لا قادرين يرجعوه. طيب نزلوا البضاعة اللي ما صادروها؟ لا. طيب رجعوني انا وسيارتي؟ لا. طيب وش الحل؟ ما في حل، انتظر اللي بال ما يجي من العاصمة الرد. والله تلعوز لك يا حرام، عمره فوق 60 سنة وظل اكثر من شهرين في المنفذ، لا ماي لا اكل لا ثلج، والله حالته بالويل، والله حالته بالويل. كل ما نمر عليه احنا وجميع السواقين كل ما نمر عليه نعطيه المتيسر، ها وش الحل؟ ما في حل. ففعليا اي بضاعة ما 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 تناسبكم او مواصفاتها ما تطابق المواصفات المطلوبة او لاي سبب إن كان، اول يوم ثاني يوم عطى بيان استرجاع ويلا رجع البضاعة. اما تحجز للسيارة والسائق بالاشهر حرام،
والله حرام. يلا الحمد لله سهلات. الحين متوجه الى المنفذ العماني نعمل بيان استرجاع مرة ثانية ونتحرك الى البيت للتنزيل. والله راسي مصدع يا الربع، ما ادري بسبب الهواء البارد. والله الفجر في هواء بارد بارد مرة. الحين الحرارة 29، الساعة 1:30 الحين. يلا سهلات الحمد لله. السلام عليكم. يلا حيهم، مسا عليكم بالخير. يلا حي الربع، وش اخباركم؟ طيبين؟ معزومين يا ربع، معزومين على الغداء، لكن غداهم ما جاهز. يلا وين عبد الله؟ مش لاقين لك يا اخي، وين هالغيبه هذه؟ احيلك بطلع جوله على افريقيا، وش صار معك؟ على الجدول. من هذا الملثم؟ الفارس الملثم. الفارس الملثم. رايك؟ ما شاء الله كان فارس عتريلة يمكن. الله خلاص شو جابنا؟ يسموهم دراولية، ما ظل فارس. هذا دراولية. هذا حتى حمار ما يعرف يصابيه. دراولية. تو مضايفين مع هذيب. بيض الله وجهك. الحين انتوا أصحاب تريلات كبيرة، المفروض المفروض مطبخكم عامر. شيخ سالم. أبو نايف هنا ما نسوي. بيض الله وجهكم، بيض الله وجهكم. أبو نايف. والله لو سبت أنا أبو نايف. أبو نايف. شرفنا معرفتكم. حنا أنا أبو نايف، ما بدونه ما إحنا شيء. يا ربي. وبعدين لحضر. حضر أبو نايف. ما نقدر نسوي شيء. كفو. مرة. الله يعطيكم العافية. بيض الله وجهكم. هذا أبو فهد. أبو فهد وسبت. من وين أبو فهد؟ السعودية. من وين السعودية؟ شمال. والسبعة أنعام. الله يحفظكم. يلا حيهم، يلا حيهم، يلا حيهم. الله يسعدكم. سالم الحراس يوتيوبر. نعم. يوتيوبر راح أصحاب التنين. أبو أيمن طلع. أبو أنت. ابن الباطنة. بين. أبين. ابن الباطنة. الله يسعدكم يا مراحب يا مراحب. أي والله. وصل أبو الأزهر. والله ما يستجاوز ولا جاي معاكس. والله. والله انا استاود اجي هنا اوقف هناك ذيك المره مسافه كيلو. والله مسافه كيلو موقف الناقله وجاي مشي. انت انت انت, انت انك ناقله ما لا لا مكان تخش من. لا قول قول انت كرشك عود بتخفه. سلامات سلامات، ما عرفتك يا شيخ عبد الكشمه. تعال تعال نضيف مع الضيوف. شفت ابو ايمن واحمد وعبد الله يضيفوا مع الضيوف. يلا حيه عبد الله سلامه. شو الاخبار؟ الحمد لله. يقول لك يا زمن يا منكوس الحين صار صاحب البيت. خلص عرفيهم بس ما واقف يعني. كم متابع معك؟ لا يعرفوا انه فوق. يعرفوا انه فوق. كم 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 الحين؟ انا ابو فهد قال لي قال لي اول عبد الله بغى يسوي المطبخ حقه في الشمس ولا لا؟ وش الوضع؟ الوضع ها؟ والله عبد الله ما في مثله. ايوه عبد الله افضل واحد. لا ما يقصر عبد الله وابو ايمن ما يقصر. بيض الله وجهك. بس بس غشمره غشمره غشمره. ها؟ ايه السواق الملثم. البارحه طايح من لوبه. سلامات. الحمد لله وكل. انت طايح؟ لا 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 والله ابو ايمن طلعتك خشنه. طلعتك خشنه. الله اكبر. انا ما اتبع اي حدث بس اللوبه اللي تشوفها. اثنين قاعدين مو بعده. لا لا الله يسعدك. الحمد لله على السلامة. اجر وعافية. الله يعافيك. تمرض؟ شوية. وش السالفة؟ بروتين. لا لا. بس تغير جو. بعد زين يوم ما طحنا في السعودية. اجر وعافية اجر وعافية. ابو نايف. هلا مرحبا. جاهز؟ جاهز ان شاء الله. الله كفو. يلا حط حط لي فرينج. ابو فهد وش جايب؟ ولا ايوه سلام. شوف شبرية هذه. ها بسم الله اسلم. ايش كفو؟ ايش صحنا والله قليل يا رجال. لكن جدر انك لا ما عليه الجدر يا رجال. نعمه هذه. أيوة لا والله. بس ضيق ما ضبط معنا. لا والله تسلم ايدك ما عليه. تسلم تسلم. ودي ودي حط سفره حط سفره. محطوط السفره. اي الحمد لله. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. حكايه امي. يلا لا خلاص خليه يصب عليها. كذي ما تعرف تطبخ؟ ايه ابو نايف مرحبا. ما شاء الله عليك. الحين ما تصور. ايه صور من بعد. من بعد على اساس دليل يعني. دليل انه مضبوط ولا لا. ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. بسم الله. ابو ايمن مالك معتزل؟ ما تزل. ظهر ما عجبك الغداء؟ ما قادر اقوم. لا يا رجال. هذا ما عبد الله. قضيت عليه؟ الحمد لله. شوف. ذاك الخير. شوف.
ما شاء الله يحافظ عليكم يا حافظ. قال ايش قال؟ تسلم ايدك يا ابو نايف الورد. من يقول من يقول يا طيب؟ والله ما ما, ما حد يقدر يسوي هالطبخة. انت تقول يقولوا ما تعرف تطبخ. من ذوقك هذا؟ ما شاء الله تسلم ايدك. تسلم ايدك. من يقول؟ بيض الله وجهك. يا مرحبا. هاي ابو فهد. مرحبا. وش رايك بالطبخ؟ ابو نايف ما عليك كلام. اشوفك قمت اول واحد انت. شبعتك انتم تسالفون وانا اكل واكل ما شفناك تاكل. انت تحافظ على شاختك الظاهر مطلوب لا لا عليك. لا 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 انتم تسالفون وانا اكل. ابو فهد صوص شاهي ضبط الشاهي. الله يجزيك خير. اي بالمرمرية. عاد انا بسوي اكله وشرده. غاية الشومة. بعد في شاي. لا خلاص مروح انا. شاي بالمرمرية. انا مخلص. انا مخلص بياني من البارحة. عيل خروجنا من هنا المساء. لغابة الشمس مشينا. رايك؟ اي نعم. بتخاويني؟ اي الله الله. والله. الله الله بركب سيارتي واخويك. كفو. وابو نايف يا عمر ان شاء الله وش الوضع؟ ابو نايف ان شاء الله هو يقول تغدوا ونمشي ان شاء الله. لا نخلص اليوم نمشي. الله ييسر الله يوفقك. الله ييسر على الجميع. الله يوفقك سالم ضيف عزيز وعزم الله يجزيك قلط وعزم جاء. بيض الله وجهكم. الله يحييك ويبقيك. ها؟ وش تسوون لنا ابو ايمن؟ والله قهوة. قهوة؟ كفو عليك. ثقل عيل ثقل. الراس طيخه ترى. والله العظيم ماشي. بتحط لنا قهوه عادي ابو اسمك نعيما. ولك شو ذوق العالم كله حب. الله يعينك. وين وجهه؟ الى اليمن السعيد. كفو. شحن شحن شحن. الله يسر عليكم يا رب. جميل. وياك. وش من قهوه عمانيه ولا تركيه ولا؟ عمانيه. عمانيه ان شاء الله. كفو عليك. ماشي. تركيا ثقيلة. تركيا ذيك اليوم ثقيلة اخوي. احنا ابى اخبرك قصة دريورية ما يبالهم غير تركيا ثقيلة سودة. اخبرك سالفة القهوة. ها. مرة واحد اشتريت من محطة 250. ها. هذيك اسمها اسبريسو. لا اسبريسو. ها. وخليتها شربت منها شفتين اظني. ها. وش خليتها؟ مداد. تويت ثلج. زين الحاصل بعد يمكن 6 ساعات 7 ساعات. ها. عشان الراس. اوه اقوى تستوي. تميزني الراس. اشعة بيبصل السكان. هاو. يا اخوة شوف شف ويوقف شعر راسي. يوقف غصب. يوقف. بس وقتها ما كنت اصلع اكيد. لا وقف اقول لك. هو ملولو. استوى قريبا. يا اخوي باين جبنة. وين الجبنة؟ والله الجبنة ما جبتك جبنة من هناك. جبنة الجبنة خلف صيته. والجبنة تو مشتاق. تعرف ايش؟ ايش؟ الكركديه. اسمع ايه يسميوه تبلدي. اسمه نوب التبلدي. حلو مجفف. لا نفس نفس البتيات. لا يا والله زي باع صدق. هي ذيك اليوم بغيت يوم لا تتلاقيني. ايه يوم اقول لك تعب اسوي لك خلاص. قلت لك عندي ريال. ايوه ولا كنت بتبدد من عليه. ايام البرجر. ايام البرجر. الله يسعدكم يا رب. الله يسر عليكم. يسر يسر. شيء لا سبور شيء سالفه. عملك خفيف ما شاء الله. اي شويه شيء سالفه بعد غيرها. اه سالفه. واحد مسوي كيتو سيرين جدا. يا ابوي بس يا البيض. يا اخوي ورطنا هذا والله. الباله صحته وعافيته وهو شف. طيب ياكلني بيض. سامعين هالسؤال مرة سامعين يا قبل براد. وتمي ترى بيض بيض بيض. قوم نطلع لنا برادات ونتخاور وياك على على مصر على السودان وعلى لبنان. والله يباله. والله يباله. نعم ان شاء الله. شابه شابه صدق ان شاء الله. اللي حمل على لبنان انا متى؟ قريب ارباع. والله شي حال سيارتين. ماشي سيارة واحدة كانت متخاويني. يلا شابه. مشكلة هناك يبهدلونا بالأردن بتم بالتكاز اللي بسقوه. ما زين يا أخي أبو سلطان سوالف عقدة. إيه يا أبو سلطان. والله ما مور عليه. مور عليه. بشوفه يمكن غير رأيه. ما ظني. هو يوم راكب معك مسوق ما أعرف لهين. زين. وما جاء يجي معك. قاعد على المطار. وين الرواحي؟ موجود. اه موجود اللي يصقع عرقات ذا. اي والله. الله يسعدك. الله يسعدك يا رب. الله يسعدك. بس قهوه ما شيء شيء معها. والله شيء سيحه. عشت عشت عشت. وشي اقول لك طرار ويتشرط. ولا لا شيء مكسرات مال بدو. مال اول سمك يابس. اي مره
سمك حوان ما شاء عصير سمك الله العظيم نتذكر شافت الحبار يوم الكسر حبر حبار الله يحفظكم الله يحفظكم ويسر عليكم جهزت القهوة ما شاء الله تسلم ايدك شوفوا لك يسلم هديات ابو ايمن مالك مرتبش وش تدور هناك تفتش الحلال ها يفتش انت وتفتيش حصلتن دور دور سويك مال ليثات مال لي نارة المطبخ مظلم انت ما دافع الفاتورة وايد جاية ابو نايف مرحبا أبو. سلامات يا اخي الله يسلمك وش صاير معك انت والله صاير البضاعة دي صار فيها وش محمل قهوة 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 وش قالوا لك هني يقول لابد يكون براد الدكتور قال لك لازم براد لازم براد السلطات المنفذ الا براد والله صار لك يومين هني صار لي ثلاث ايام هنا والله الله اكبر الله اكبر والله ما حاولنا فيه قال الدكتور ما يصير والله قال مره قلنا له هذا الرجال ضيف معنا وهل الله قال والله لو بيدي وقال كلمت المسؤول الكبير وقال والله ما في الله يجزاكم خير والله ما ندي خلاص اترك السياره وقوم نمشي لا لازم نخلص البضاعه ما اقدر اتركها والله ما اقدر خلاص بنشوف لك براد احنا ندبر الوضع نشوف تعرفوا من برادات ان شاء الله بتزينه ما معك مكان والله سموحة منك يا أبو نايف والله حاولنا على أساس أن نشوف الاستثناء ولا تعهد ما أرضوا الجماعة ما في إجباري بس دبرنا على سيارة ثانية الحين بديه وبينقلوا القهوة بينقلوا القهوة إلى براد عماني وبيدخل بإذن الله تعالى أبو نايف بيرجع والله أنه فشيلة يا رب لك ما بليده إلى الله ييسر عليه والله يحفظه يلا الحمد لله إجراءات منافذ في النهاية يعني هذه قوانين يعني فوق الجميع إجراءات كل دولة لها قوانين ولأن الجو بارد يعني بس سبحان الله يلا لعلها خيرة إله الحمد لله على كل حال طبعا عبيت ديزل يا ربع من المحطة ولأنه ما ظل معي ديزل سابقا والله ما قصروا معي هناك في المنفذ على أساس أني كنت أعبي من هناك ولكن المحطة كانت فارغة فقال لي والله ما بليت حيلة قلنا يا عين الله رديت حبي من عمان فالحمد لله سهلات بإذن الله وإلى البلد بإذن الله تعالى يوم يسر يا الله بسم الله يا رب توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله وصلنا إلى عبر الوعد يا ربع والله يا ربع منزعج من الجامبينات تبع الكابين اللي ركبتين اسمعوا الصوت اسمعوا والله ما ادري اذا هو واضح صوت معاكم لكن والله ما ناسبني ابدا ما جاز لي كنت عاطينا 5% والله 0% ما يسوان هذا انا ما وصلت يعني ما في مشيت كم 700 كيلو 700-800 ما في ما وصلت للطريق المكسر بعد اللي هو مكسر صح الجنبينات صوت صار فيهن اسمع 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 دمار ما في الا الوكاله يا الربع والله لازم اروح الوكاله اشتري بغيرهم الرجال ضامنهم طبعا قال لي اذا ما جاز لك رجعهم برجعهم ما يسوى والله ما كملهم زايد اني مضطر اروح صار في ليك بين الجير وبين الماكينه ظهر لما ركبوا الجير ضربوا الجازجيت بغير الجازجيت والله اني مضطر اغيره بغيره وتواصلت مع الميكانيك قال لي خلاص جيب السياره فان شاء الله اني افصل للسياره الناقله طبعا تواصلت مع اصحاب السيارات
اللي هو القائد تبعهم او اللي متواصل مع مريض مسكين عسى الله يشفيه ويعافيه يا رب، فما يريد ما في منتهي عسى الله يشفيه ويعافيه. والله اني رجع السيارات وبحطها عند البيت بالناقلة وبفصل علال بوديه على الصيانة مرة ثانية، ينزل وزيرك وجازيت وغير الجنبينات، لان الجنبينات والله ما جاز لي يا ربع ابدا ابدا ما جاز لي، خسارة. ادفع زيادة افضل، اشتري وكالة. اسمع الصوت، ان شاء الله يكون واضح. يعين الله. على كذا نستأذنكم بالمغادرة، نهاية الرحلة هذه للأسف كانت فيها عذاب معاناة، حبينا نعيشكم الواقع المر للأسف اللي نمر فيه، طبعا مو باستمرار بالطريقة هذه ولكن يصير بين فترة أخرى، ولكن الحمد لله على كل حال. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا ربع طالبكم طلبة انشروا القناة، نريد نوصل ل 25,000، بس وصلنا 25,000 بإذن الله تعالى بأن جودة الفيديوهات بتتعدل، أمور كثيرة بتتعدل بإذن الله تعالى. اللابتوب اللي أسوي فيه طبعا المونتاج ضعيف فما يتحمل 1080، يسكم مسكين، فضرورة أشوف لي لابتوب شوية محترم، اللابتوب أسعارهم فوق. فانشروا القناة نوصل 25,000 متابع بإذن الله تعالى، راح نغير اللابتوب ونضبط الأوضاع، وضروري أن أشتري المايك، المايك ضروري صار أشتريه، إن شاء الله أنا أشتريه قبل لا أطلع السفرة هذه. طبعا السفرة هذه إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة أول ما يجهز علال نطلع باللوبل بإذن الله تعالى. إلى وين؟ خليكم متابعين، نعطيكم التفاصيل فيما بعد. سلام، وانشروا القناة، بيض الله وجهكم، يعطيكم العافية.